الصيدلي واللي بصمه عنوان مبادره شبابيه توعويه قاموا فيها مجموعه من الصيادله عندنا بالكويت. راح نتكلم الحين اكثر ونستضيفهم معانا صيدلانيه ساره العجمي رئيس حمله او فريق صيدلي واللي بصمه وصيدلانيه سوى المفرح وصيدلاني خالد حسين. كل عام وانتم بخير حياكم الله. كل عام وانتم بخير عساكم من عواده. ما تقصروا. يعني العيد قرب وانتم منورينا اليوم عيديتنا انتم اليوم. يعطيكم العافيه على المجهود اللي قاعد تسوونه وشيء مميز وشفنا تفاعل كبير وصغير استمتع بهذه الحمله التطوعيه اللي انتم سويتوها. من وين جاتكم الفكره؟ كونكم صيدلانيات على فكره ترى دائما تواجهنا المشكله هذه ان الجمع صعب. احنا صيادله صح ولا غلط؟ جمع الصيدلانيه اي وايد افعد منها. يعطيكم العافيه. مو بس انا متوقفه الموضوع. كلموني عن الفريق بدايه شلون تاسس وشلون جات لكم الفكره؟ اي احنا كصيادله كان عندنا اصلا كذي انشطه ممكن حتى من طلبه بالجامعه. كان عندنا أنشطة تطوعية مختلفة توعوية فكل من فينا عنده هذا الفكر إن إحنا نؤمن بشغلة دائما أنا أحب أقول هالجملة نؤمن إن زكاة العلم تعليمه. الله حلو. يعني دورة الكويت ما قصرت درسنا يعني أحسن تعليم جامعة الكويت ما أمدح جامعة الكويت. إنزين فمسؤولية علينا تجاه المجتمع إن إحنا نعلمهم من علمنا. اي فهذا الفكر الحمد لله موجود عندنا كاشخاص في الفريق. كنا ان احنا عندنا هالفكر ما يعني تجمعنا وحطينا مثل ما نقول رؤيه واهداف حق هالفريق. وبدل ما تصير انشطه يعني مثلا انا كنت عندي انشطه بالمستشفى اللي اشتغل فيه، سلوى نفس الشيء بالمركز الصحي، خالد نفس الشيء، فتجمعنا قلنا خلينا نكون منصه واحده للعمل التطوعي التوعوي وشكلنا فريق صيدلي بصمه. اللي هو الامانه الفكره يعني جتنا بعد مبادره من فريق مجموعه صيدلي اللي بصمه بالمملكه العربيه السعوديه. احنا يعني اعتبرتوا الفكره منهم. اي احنا اول تعاون خليجي في المجال التطوعي الصيدلاني في احد المؤتمرات الصيدلانيه. صيادله من مجموعه صيدلي اللي بصمه مسي عليهم بالخير بالمملكه العربيه السعوديه قالوا لنا انتم ما شاء الله بالكويت عندكم طاقات ابداعيه صحيح. ليش ما تسوون فريق تطوعي نفسنا وكذي. صار في الاونه الاخيره قاعد نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن كويتيات وايد في هذا المجال وشباب كويتيين. يعني قبل في فتره من الفترات ما كنا نشوفكم. صحيح. الحين في الاونه الاخيره قاعد يصير بنات كويتيات وشباب كويتيين. ليش تونا قمنا نشوفهم؟ وينهم من زمان؟ ما ادري. خلينا نسمع من سلوى. تونا متخرجين. افرجوا شبابكم. اي يعني كانوا الوافدين اكثر نقدر نقول. الحين قلوا شويه قمنا نشوف الشباب اكثر. هو عدد الصيادله الكويتيين زاد الفتره الاخيره وكان الاقبال على مهنه الصيدله اول وايد اقل. الحين دور الصيدلي اتسع يعني تعدى بس مجرد ان انا واقفه على الشباك اصرف. دوري صار اوسع من كذي فصار في اقبال وصار في انشطه اكبر من كذي. يعني انا مو بس دوامي اشتغل بالزوارات من خلال الحملات والانشطه التطوعيه فدورنا اكبر. اكيد هذا الدور يمكن خلى بصمه بعد مثل ما سميتوا صيدلاني بصمه. خلينا نسمع منك شوي اخوي حسين اخوي خالد حسين صيدلاني. كلمنا شوي على صيدلي ولي بصمه، شنو البصمه اللي قدرت انت تخليها؟ طبعا بالنسبه حق فريقنا عندنا احنا عده اهداف منها بصمه تطوير وتثقيف وتواصل وتعليم. ايضا بالنسبه حق كل بصمه عندنا فعاليه خاصه فيها. في الفتره السابقه سوينا من خلال حملتنا اسال الصيدلي كانت في حديقه الشهيد. هذه الحمله كانت موجهه للمجتمع بحيث ان نوعيهم في مفهوم السلامه الدوائيه وهو جزء لا يتجزأ من مهنة الصيدلي. أيضا كان عندنا إحدى ورش العمل ورشة العمل كانت موجهة حق مو فقط الصيادلة أي عامل في الرعاية الصحية. وكانت الحملة أو الورشة محتواها عن كيف تقيم يعني حملتك التطوعية الغير ربحية الخاصة وكان في إقبال حلو من العاملين في الرعاية الصحية. وإحنا مقبلين بإذن الله على أكثر من فعالية بإذن الله تخص أما المجتمع أو العاملين في القطاع الصحي والصيادلة بالذات. سارة أبرز المحاور الأساسية اللي ضمنتها الحملة. هي أول حملة انطلقت بالنسبة لنا كانت اسمها أسأل الصيدلين نفس ما ذكر أخوي خالد عن السلامة الدوائية تحديدا مفهوم السلامة الدوائية. وإحنا طبعا السلامة الدوائية مفهوم وايد كبير. حاولنا نغطي أهم الأشياء نوصلها كرسائل توعوية سريعة وكانت بحديقة الشهيد. الأمانة إحنا حق كبار وصغار حق الكل. السلامة الدوائية حق الكل. الأمانة إحنا كنا عشرة صيادلة ما بين طلبة صيدلة وصيادلة.
ما توقعنا هالتفاعل الكبير بحديقة الشهيد. ما شاء الله احنا ما كنا ملحقين يعني على عدد الأسئلة الاستفسارات الدوائية. فالسلامة الدوائية باختصار بسيط هي ان شلون تاخذ الدواء بطريقة فعالة آمنة وكذا جزئية. واحنا ان شاء الله راح هم يعني سميناها فيز 1 او المرحلة الاولى. عندنا المرحلة الثانية راح تكون حجم اكبر ان شاء الله بعد رمضان بشهر 9 راح تكون اهم نفس ما ذكر اخوي خالد موجهه للمجتمع بشكل اكبر. حلو. يمكن ساغت ذكرتين اللي شلون الواحد ياخذ ويستلم هذا الدواء. ابي اقول حق سلوى في وايد عندنا ثقافه يمكن منتشره عند البعض انه ياخذ هذه الادويه وممكن يرميها او ما يخزنها لفتره. انتم اليوم ايش كثر يهمكم هذه الثقافه انكم توصلونها اليوم حق الناس والمواطنين الموجودين بالكويت؟ هذا مفهوم وايد احنا قاعدين نحاول نركز عليه الفتره الاخيره لطبيعه الشعب الكويتي او طبيعه الادويه عندنا بالمجان. صحيح. فممكن هذا شويه ينشر ثقافه ان الدواء ببلاش فعادي انا اقطه. احنا نبي نبين للناس ان اذا استخدمت الدواء بطريقه صح وخذيت بس الدواء اللي انت تحتاجه راح تقل مثل ما نقول تقل الويست او تقل حاجتك انك انت تقطه. فهذه هم من وظيفتنا يعني وايد الحين احنا على الشباك لان ابي اثنين هذا الدواء ببلاش يعني احنا وصلت مرحله اللي مو من بيتكم. فلا هو مو سالفه البنادول دائما البنادول نبي نطلب اكثر من واحد بالضبط. يعني مو سالفه ان انا جبتها او مو جبتها يعني هذه امانه الله استخلفنا ان احنا نحافظ عليها. فطول ما انت تستخدم الدواء صح راح تقل حاجتك ان انت تقطه. يعني مو شطار اني اكود يعني خالد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قاعد نشوف انه وايد ناس قاعد تبيع ادويه وما ندري شنو اثارها السايد افكت مالها. وفي ناس عادي تشتري وعلى بنا تمدح وتضعف وادويه. انتوا كونكم صيدلانيين مسؤولين عن هذا الموضوع ما فكرتوا تحطوا لكم خط ساخن او تحطوا لكم ابلكيشن او بالنسبه حق حمله اسر الصيدلي اطلقنا خلال شهر رمضان او قبل شهر رمضان خدمه عن طريق الاسك اف ام موقع الاسك اف ام في ما يخص الحمله اللي هي اسك ذا فارماسيس اللي هي اسال الصيدلي. ممكن الناس تسالنا عن طريق الاسك هذا ونقدر نجاوبهم بما يتناسب مع صحتهم باذن الله. ممكن تاخذون الدواء وتفحصونه انت وكونكم متخصصين بهالموضوع ولا لا؟ فحص الدواء من اي ناحيه قصدك؟ يعني شنو مركبات الدواء نفسها؟ ولا صعب؟ هذا شيء اسمه الرقابه الدوائيه. اي وانتم يعني ممكن توصلون حق المتخصصين بهالموضوع. في صيادله متخصصين بشيء اسمه الرقابه الدوائيه. في ناس عاده يروحون اذا كانوا شاكين مثلا خلطات وكذي يروحون يودون لهم رقابه دوائيه. بس اللي يقصده يمكن خالد احنا أطلقنا خدمة اسمها Ask the Pharmacist at ask.fm اللي هو موقع الأسك. نتيجة الزخم الكبير من الأسئلة اللي شفناها في حديقة الشهيد هم يتنا أسئلة وايد عن الأعشاب وعن الخلطات. أنا عندي سؤال زين هذا. أدي أسأل؟ أي تفضل. يعني وايد قاعد أشوف إحنا أدوية كنا نستخدمهم حق الأطفال ومن عقب فترة قاعد نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن هذا خطر وسبب أمراض وسبب وفيات وسبب يعني ما كان زين حق. هل هذه المعلومة نؤمن فيها ولا ممكن تكون خطأ أو إشاعات؟ تؤمنين فيها إذا يعني نصدقها ممكن؟ لا أنت تصدقينها إذا كان طالع تصريح من منظمة الدواء والصحة الأمريكية الـ FDA. هني لأن الموضوع يكون مبني على دراسات. يعني وايد مرة تطلع صور بإنستغرام من أشخاص لا هم صيادلة ولا لهم علاقة بالمجال الطبي أساساً. إذن شنو هدفهم؟ ليش يسوون يعني يخربون سمعة الدواء مثلاً؟ وهو دواء. الدواء يعني هدف أبعد. لا ما هدف بعيدة المدى. هذا أحد الأسباب. وفي ناس عبالها يعني يعني مصادر المعلومات زادت فصار اي معلومه من جوجل صح. احنا بعد هذه من اهدافنا بالحملات اللي احنا قاعد تحاولون انكم نسال المصدر الصحيح. المصدر الصحيح يعني ما في انسان عنده كل العلم اللي بالدنيا. حلو. يعني انا ممكن اسالكم انا على الاعلام تسالوني انا على الادويه. صحيح. هذا احنا بالوصف شنو قاعد تسوون؟ قاعد توصلون للناس هالفكره هذه من خلال الخط هذا نفس التواصل معاكم موقع التواصل الاجتماعي. تدعون الناس ان تكون كل واحد يتخصصه يعني لا احد يفتي مثلا بالصيادله اللي مو عارف شغلهم يخليهم شغل اعلام يكون اكيد له غير ان بنطلع شويه من الاجواء الأدوية. نطلع حصة ولا نضرب؟ لا نطلع خلاص. خلنا نتكلم عن شهر رمضان. شنو الأشياء اللي تسوونها غير هذه الحملة وهذا الفريق اللي كنتوا فيه؟ أستاذة سارة. شهر رمضان احنا للأمانة كان عندنا فكرة بسيطة حق شهر رمضان لكن للأسف هذه هم ودي راح أتكلم يعني راح نتكلم عنها كفريق تطوعي شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهنا نتيجة تأخر الدعم المادي. تأجلت الفكرة وتدرون رمضان ماكو وقت. احنا أوريدي قاعد نجهز حق حملتنا الفيس 2 بعد رمضان فركزنا جهدنا حق بعد رمضان ان شاء الله. لكن هم يعني نفس ما ذكر خالد Ask the Pharmacist
يعني وايد تينا أسئلة عن رمضان شلون أخذ هالدواء يعني برمضان. أنا بقول أن في ناس وايد برمضان يختلف عليهم أن مثلاً كانوا مثلاً الصبح الفير يأخذونه، الحين لما يصير رمضان الفير صعب أنه صايم يعني، فشون يأخذ الدواء؟ ففي أمكانية أن أحد يتواصل معاكم يستفيد من المعلومة. نفس ما ذكرنا أن خدمة الآسك وهم بتويتر ووسائل التواصل الاجتماعية fact_kw إحنا موجودين، واحنا اساسا يعني حتى من الاكونتات الشخصيه يعني قاعد نتجاوب وايد تجاوبون وتردون. هذا اكونتكم لازم موجود لازم اسوي لكم ثلاثتكم فولو يعطيكم العافيه. اكونتكم موجود على الشاشه مثل ما قلتي برمضان ما في وقت، احنا اهم شيء برنامجنا خلص وقته. اشكركم على وجودكم اليوم، يعطيكم العافيه. وصلنا اكيد حصه الى ختام حلقتنا هنا عندنا بالكرين. نشكر اكيد كل من تابعنا في هذه الحلقه، حابه تشكرين احد فضلا؟ طبعا انا حابه اشكر لالا ايمان على الدراعه الحلوه هذه، واشكر روان الركيبي وعبير هيرسكيتش، ويعطيكم الف عافيه وسعيده بتواصلي معاكم. اكيد نشكر معدينا خاصه معدنا الفرد ابراهيم العيان. نشوفكم ان شاء الله في حلقه باكر. طمع الله، مع السلامه.